غريب على أرصفة الصمت، روح تائهة، محمد محتار. غريب على أرصفة الصمت، غريب 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 على أرصفة الصمت، يقودني خطوي التائي إلى المجهول، شارك في مفازة الحيرة، تحاصرني عواصف الاضطراب، أحسني ذاتا متشظية بلا هوية، أحسني روحا سائهة تبحث عن الحقيقة دون جدوى، الغبن يأتيني في صور شتى، يقتل في وهج التفكير، يأتيني في صور شتى، يقتل في وهج التفكير، ويدفع بي إلى آتون الغربة. أنا لست أنا، أنا لست أنا، والزمن أجبرني على الهبوط درجات، ليس مهما كيف، لكنه الواقع المر، يبدد كل الأحلام، إن كان يحق لأمثالي أن يحلموا ويدعني في سياقات مضطربة لقصة ركيكة كتبت بقلم ناجح. من كتب هذه القصة؟ وكيف نسج خيوطها ورسم مساراتها؟ من كتب هذه القصة؟ وكيف نسج خيوطها ورسم مساراتها؟ ثم أجبرني على تقمص شخصيتها الرئيسية، وأسند لي دون رغبة مني دور الراوي. وفرض علي
كما في ممارسة الدورين، دور الفعل ودور الحكي، وتلك بحق المعادلة الصعبة التي يصعب تحقيقها دون معاناة وآلام. في ظل الإكراهات الحياتية التي تتعرض الأحداث التي تعترض الأحداث والوقائع وتطورها، هل من المفروض أن أرغم في سلبية الحكي والموقف؟ هل من المفروض أن أرغم على سلبية في الحكي والموقف وأمارس على نفسي درجات قصوى من جلد الذات؟ هل من العدل الخضوع لرغبات كاتب القصة المجهول وتنفيذ هذيان وهرطقته بالحرف الواحد دون زيادة أو نقصان؟ لست أدري، يقول الكاتب، لست أدري يقول، فأنا مجرد شخصية مقيدة بأحداث معينة في زمن معين ومكان محدد قد يضيق وقد يتسع، وليس أمامي إلا الرقص على الحبال ومكان محدد قد يضيق وقد يتسع، وليس أمامي إلا الرقص على الحبال والتدحرج من قمم الجبال إلى سفوحها، بحثا عن حقيقة لا توجد، بحثا عن حقيقة لا توجد إلا في مخيلة الكاتب محمد محضار. تلا وعز NBC lecture web